بالنسبة لل أرد أكرر، بالنسبة للقطاع التعليمي والقطاع الصناعي اللي احنا راح ندخل فيه اليوم، أحب أركز على نقطة التعليم المهني والاعتراف به. اليوم احنا لما نتكلم عن سد الثغرات وموائمة سوق العمل والبحريني لازم يرغب في العمل، لازم أيضا نرغب الطالب ونغير من المفاهيم اللي الحين دارجة في البحرين أن الدراسة الأكاديمية هي المطلوبة، أن الدراسة الأكاديمية هي المطلوبة وأن الدراسة المهنية غير مرغوبة. فإحنا لازم اليوم نركز ونعزز تغيير المفهوم البحريني لهذه الدراسات، وهذه ما راح يكون إلا عن طريق وزارتكم ووزارة التربية. لازم اليوم المفهوم للدراسة المهنية لازم يكون أكثر ترغيب، لأن خلاص احنا قاعدين نطلع من الدراسات الأكاديمية إلى المهنية، سوق العمل اليوم يتطلب هذه الدراسات. إذا احنا اليوم ما شغلنا هذه الدراسات عن طريق المعاهد، إذا ما في فائدة من الخطط اللي احنا نطرحها. اليوم احنا لما نتكلم عن بحريني درس دراسات هندسية ولا دراسات أيا كانت تندرج تحت الدراسات المهنية، لما يرجع البحرين يلاقي مشكلة في اعتمادها أو الاعتراف فيها لأنها غير أكاديمية. طيب شنو المشكلة هني؟ لو احنا حطينا برامج معززة لهذه الدراسات في بعض هذه المعاهد وعطينا هذه الشهادات تكملة إلى الشهادة هذه وتم الاعتراف بها، إذن وين المشكلة؟ ليش وزارة التربية ما تسوي هذه البرامج مع وزارة العمل؟ وشكرا. شكرا سعادة نائب مريم. هل يوافق المجلس على تمديد نص ساعة؟ سعادة الوزير تفضل. شكرا جزيلا. بس يخبرني زميلي وزير التربية أنه مؤخرا تم إلغاء موضوع المعادلة، خلاص هاي المشكلة انحلت وأصبح المؤهلات كلها مقبولة عند صاحب العمل ولا يحتاج تقديم طلب للمعادلة. شكرا.